السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أساوي أكلة ملفوف أو لخنة غير شكل على الطريقة الحلبية الأصلية، بس رح تختلف بشغلة بسيطة. بس أنا ما رح أسلق الملفوف، أنا دايماً ما بسلقه. من زمان ما عرفت هالطريقة، طريقة بتريح كتير وسهل كتير وبلا سلق، نورق ونسلق ما بدك كل هذا الشيء. هلا أول شيء خلينا نشيل هاي اللي بالنص. بسم الله الرحمن الرحيم. هي هيك هي انا شلتها. هلا رح اخذ هي واغسلها تحت الحنفيه وادخل مي طبعا هيك بقلبها وارجع على الكيس. هلا هيك بعد ما غسلتها ودخلت مي هيك لقلبها، رح اشيلها بالفريزر. بدي احطها بالفريزر لبكره. لبكره بتكون جمدت وصارت مثل الحجر. بعدين بطالعها من الكيس وبحطها بمصفاي لحتى تفك وتحل، يعني حل البوز، تفك من البوز تماما، وبنرجع بنشوف شو بدها تصير. هلا ثاني يوم بعد ما حطيتها في بيت البوز يعني بالفريزر. بسم الله. خلص شوفوا شلون راس الملفوف او راس اللخنه شلون جمدان. بس بنطالعه بالليل لاننا نشتغلها بكره. هاي طبخة بكره، بنطالعه بالليل بنحطها هيك بالمصفاي، بنطبها هيك تحتها في طشط وهي مصفاي، ومنشان كمان لبين ما تحل لبكره وتشا ما ينشف. هذا الوتش ما ينشف لما بده يحل. خلص بحط انا هيك الكيس نفسه هذا هيك، وهلا بفتكه هون بالمطبخ على المرمره لبكره، وبكره بنورقها وبنعرقها ان شاء الله. هاي تاني نهار الصبح انا طلعته المساء، البوص كله فك. شوفوا المي، شايفين شو طلعت كمية مي. هلا اللي بيقول لي لا هذا لازم نسلقه لاني فيه يعني شيء بيضر بالمعدة، لا، هاي المي اللي طلعت كلها المي الضارة وصار كتير كويس وما في داعي للسلق ابدا، يعني تخلصنا من المي الضارة كلها. وتوريقه كتير سهل. بسم الله شوفوا شلون كتير سهل التوريق. خلص بحسن هيك امسكه بايد وحدة هيك واورقه مثل ما بدي هيك. شوفوا كتير سهل التوريق. خلص ورقته وصار مثل المسلوق، يعني مسلوق بدكم تقولوا جاهز. وبحسن اتحكم فيه مثل ما بدي، ما بيشقشق معي، يعني مو مهتري لما نسلقه. اذا جرنا شوي عليه بهتري، ومفروض كل شيء مجعلك فيه مفروض وملس، وبنحسن نلفه بكل سهوله. وهلا منشان نقطعه، منشان ما اطول عليكم انا هيك بقطعه. بسم الله. طبعا هدول العضود هدول كلياتهم ما بكبهم، بحطهم بعقب الطنجره يعني بارضيه الطنجره. هلا بتطلع معي القطعه هيك، انتوا بقى بتقصوها او بتقسموها مثل ما بدكم. انا بقسمها اذا كبيره بساويها اربعه، واذا صغيره هاي كبيره بساويها اربعه، واذا صغيره بساويها تنتين، وانتم مثل ما بدكم. شوفوا خلص شايفين التقطيع شقط سهل كمان، كتير سهل. خلص هلا بروح بكمله، ما بياخذ معي 5 دقائق. هلا بروح بكمله وبرجع ان شاء الله. هلا هيك خلصت، شايفين كله ورقته، والله ما اخذ معي يعني بالكثير 10 دقائق. بدنا نقول هاي الجيجه، نحن هاي بساويها انا هيك بحشيها، قلت اورجيكم شو بساويها. بشيل هذا بعد ما بورقها شوي، بشيل هاي، هاي ما بدنا اياها. هلا وقت احشيها بتشوفوا شلون بحط الرز هون، شوفوا مثل الوردة صارت. بحط الرز هون وبعدين بسكرها هيك بلفها لحتى تصير هيك، بنقولها نحن جيجة أو بؤجة، بتصير هيك. هلا وقت اللف بنشوف شلون. شوفوا شلون ما كبيت منه شيء، ما طلع غير العض، شايفين بتورق معي وهيك بطالع العض بكل سهولة، شايفين شلون. هذا أنا هون عندي هذا، أنا مفرسته هذا من 2 3 شهور تقريبا، شايلته بالفريزة بورقه هيك وبجهزه وبرجع بعبيه بكيس وبشيله، ايمت ما بدي اياه بطالعه، على هو يضل من الموسم للموسم ما بصير له شيء، بس ما حل بصير جاهز مثل ما نكون شايفين هيك. خلينا هلا هاي الرز كمان، هون عندي كيلو رز، نقعت كيلو رز مصري قصير،
نقعته يعني صار له شي 6 ساعات، معلقة ملح ومي عادية من الحنفية، ما بده أكتر من هيك. هلا بقى بدنا نجهز الحشوة. هلا هون أنا خسلت الرز، صولته خسلة كتير كويسة، وحطيت المي تفرنجي 2.5 معلقة، طعام طبعا 2.5 معلقة مي تفرنجي أو معجون الطماطم، ملح معلقة حطيته حسب الرغبة مثل ما أنتم بتحبوا، بهار 7 بهارات حطيت معلقة كبيرة كمان، وهلا بدي أحط كمان زيت نباتي او زيت زيتون مثل ما بدكم، انا بحطه هذا بيعطي لمعه هلا للمحشي وفرفده للرز. وكمان انا بحط شويه دبس رمان بقلبه، طبعا بحط مع الصوص بس كمان بحط بقلبه شوي، في ناس بتحط وناس ما بتحط. بسم الله. كيلو رز بده نص كيلو لحمه وحسب الرغبه، بتحطوا نص كيلو بتحطوا اقل مثل ما بدكم انتم. شوف الدهنه كمان بنحط لان الدهنه بتعطيه طعم كتير طيبه للمحشي، واذا ما في دهنه حطوا سمنه، شي 2 معلقة سمنه. هلا بنتبلهم مع بعضهم كتير كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مي ما بحط، ما بدها مي. بسم الله. وهلا بدينا نلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكميه اكثر من اليبرق بشوي وحسب قياس الورقه اللي عم نستعمله، يعني اذا كبيره بنكتر فيها شوي الرز، واذا صغيرة منصغر منقلل الرز. شايفين لفه كتير سهل، اسهل من اليبرق بكتير، وما في داعي نسكر من هون ومن هون، ما في داعي، ما بيطلع الرز لا تخافوا. شايفين كتير سهل، يعني هلا هدول بيلتفوا معي خلال نص ساعة بيلتفوا معي. انتوا ظبطوا الورقة مثل ما انتوا بدكم، يعني الطريقة اللي هيك كنت مدوها للورقة مثل ما انتوا بدكم. طرف الخشن الناعم ما فيهم لا طرف خشن ولا طرف ناعم، كله مثل بعضه، يعني ما هو مثل اليبرق. بسم الله. هلا هيك بسم الله الرحمن الرحيم، هي خلصت الملفوف او اللخنه كلها، وهون انا ما عندي عظمات، اذا في عندكم عظمات حطوهم بالطنجره بتطلع اطيب والحمض بيطلع اطيب. هلا هون انا عندي العض اللي شلته مثل ما انكم شايفين، صفيتهم بالطنجره وهلا بنصفهم. هي البقجه قلت اورجيكم اياها، كثير سهله هيك، بس بنفتح هيك الورقه مثل ما فرجيتكم بالبدايه، وبنحط هيك الرز، وبعدين بنضب الورق ورقه ورقه مثل ما فتحناهم لنصل هيك لاخر ورقه. شايفين كتير طعمتها فعلا تطلع كتير طيبه، مع انها من نفس الرز والملفوف بس تطلع كتير طيبه. شايفين منظرها ما احلى، هاي بقجه او جيجه. خلينا نبدا. بسم الله. هلا ما بتفرق الاخضر يكون من تحت او الابيض من تحت، ما بتفرق نفس الشيء. هيك انا بجمع مجموعه مجموعه هيك وبصفهم عشان ما اطول عليكم، خليني اخلص وارجع لكم. بسم الله. هلا بنجي على طريقة الطبخ، لأنه هذا مفرز يعني ما سلقناه حطيناه بالفريزة، هذا له طريقة الطبخ الخاصة. اللي بيقول لي بيجلد، لا، إذا بتساوي مثل ما أنا بدي أساوي هلا ما بيجلد أبدا، بالعكس بيستوي بيطلع كتير كويس منظوم. شلون بدي أطبخه؟ هلا بطبخه على مي حلوة، مي عادية من الحنفية، شايفين؟ سخنة أو باردة ما في مشكلة، بس مي. هلا بحط بس مي، ما حطيت شيء أبدا. بعدين بعد ما بستوي بيستوي كامل الاستواء، هذاك الوقت بحط كل شيء بدي اياه. اينا نوع من الحمض بدكم تحطوه بتحسنوا تحطوه، انا بدي احط مي تفرنجي ودبس فليفله. بسم الله الرحمن الرحيم. مي تفرنجي، عفوا ما اقول دبس فليفله، لا، مي تفرنجي ودبس رمان وتوم والملح طبعا وليمون كمان بدي احط. فبتحسنوا تحطوا اي نوع الحمض اللي بدكم اياه بس بعد ما يستوي تماما. مشان هيك هذا قلت لكم له طريقه طبخ خاصه، هي هي الطريقه. بس هلا اذا انا هلا حطيت مثلا حمض ليمون او مي تفرنجي او دبس رمان او هيك ما بيستوي وبيشد معي وفعلا بيجلد. بس مثل ما عم بقول لكم بتاخذوا نتيجه رائعه. حطيتها على الغاز على نار عاليه، اول شيء نار عاليه لوقت ما يغلي بس يطلع بالغلوه. بتريدوا تحطوها على وسط، بتريدوا تحطوها واطيه مثل الشمعه، انا هيك بدي اعمل، بدي احطه على نار واطيه يستوي على اقل من مهله، يعني بياخذ معي تقريبا 3 ساعات بالكثير 3 ساعات. وهلا بعد 3 ساعات تقريبا بنرجع ان شاء الله. وطبعا بنغطي الطنجره مسموغه كامل، بنخليها هيك شوي مشان ما يفور، وخلص هلا اتركوه وانسوه، بس تطلع بالغلوه مثل ما قلت لكم بنوطي النار. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوني شقيت على الملفوف لقيت ناقصه مي، قمت رجعت زدت له مي، بس لما بتكون تزيدوا له مي بتزيدوا له مي سخنه حصرا، يعني ما تحطوا مي بارده مشان ما يشد، يعني قرب يستوي تقريبا بس رح ياخذ 2.5 ساعة استوى. هلا بدي احضر الصوص. هلا هون
هاي التوم، هذا التوم المفرز، بتلاقوا رابطه بصندوق الوصف، كتير كويس وبتلاقوه، وطريقته كتير سهلة، يعني لما بتكون تستعملوا توم رأسا هيك بتلاقوه سهل. شوفوا لونه، هذا صار له تقريبا 4 5 أشهر. أنا عاملة كمية، كل ما بتخلص بعمل كمان، يعني بدنا تقريبا راسين، راسين كبار. بسم الله. هاي التوم، وهون عندنا معلقة نعناع يابس، معلقة كبيرة مليانة. بسم الله. وهي ملح كمان حسب الرغبة، يعني أنا تقريبا حطيت معلقة كبيرة، وكمان عصير ليمون، وإذا ما في حطوا ملح الليمون، حطوه حسب الرغبة الملح الليمون، يعني تقريبا بتكون معلقة صغيرة مليانة. وهي دبس الرمان، يعني بدنا فنجان تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مية فرنجي، 3 معالق مية فرنجي، معالق طعام طبعا، أو معجون الطماطم 3 معالق. هلا هدول بدي اخليهم لوقت ما الملفوف يستوي، لاني رح اخذ من الملفوف المي هي تبعته اللي بدها تطلع هلا، رح اصفيها هون فوق الصوص هذا اللي سويته، رح اصفيها واحركها مع بعضها وارجع ارجع على الطنجره هلا شوي وبنرجع. هلا هيك خلص استوت اللخنه، وهلا بدي اصفي المي فوق هذا الخلطه هي اللي حطيتها، بدي اصفي ايش بطلع معي مي، بدي احطها فوقها وازيد شوي من الحنفيه كمان لانها مي كثيره، بدها كمان شويه مي من الحنفيه. هلا استوت وصارت، خرج ناكل منها مثل العاده، بناكل منها مثل العاده، مشان هيك هلا بقى بنحط فوق الحمض. هلا هيك انا صفيت المي منها قد ما حسنت، اخذت منها مي ما انكم شايفين هون، بس لسه على المي قليله، هاي بدي اخذ كمان شوي مي سخنه، بدها تكون مي سخنه. بسم الله. لا تكتروا وقت بتكتوا هذا الصوص فوقه، او بتطبوا الصوص هذا فوقه، اذا لقيتوا لسه بدها مي بتعودوا بتحطوا. هلا لازم ندوب المي تفرندي او معجون الطماطم كتير كويس. بسم الله. هلا بقى بنصبهم فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا بس تطلع هيك بالغلوه مندوقه، اذا بدها ملح، بدها لسه حمض، بدها او دبس رمان، بنرجع بنحط لها. طيب هلا هيك بعد ما حطينا الصوص واللخنه مستويه، شقد بدنا نتركها على النار؟ بدنا نتركها كمان على نار وسط او نار واطيه مثل ما انتم بدكم، يعني مثل الشمعه، نتركها كمان نص ساعه. ما تاكلوها، ما بيصير له شيء اللخنه، خلص هلا بيرجع بيشد حاله، لما بيجي الحمض بيرجع بيشد حاله شوي. بسم الله. هلا بدنا نرجع على النار، نستنى تطلع بالغلوه ونوطي ونغطيها طبعا. وطبعا بنرجع التقلي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك خلص هلا بنتركها مثل ما قلت لكم نص ساعه. هلا هيك اللخنه صارت جاهزه، استوت بعد ما حطيت الحمض نص ساعه على نار كتير واطيه. شوفوا شلون صارت منظومه. هلا بدنا نصفي الحمض انا وعلي، مشان هيك ما رح نحسن نصور، وانا شلت هذاك الصحن كان تقيل، رح احط صينيه خفيفه بحيث انه احسن اصفي الحمض بدون ما اقلب كمان الملفوف، نسنده كمان بهي وبنصفي. هلا هيك صفينا الحمض، بدي اتركها هيك شوي ترتاح هيك تتهدى، يعني تقريبا ربع ساعة او 20 دقيقة ونرجع. هلا نقض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ارتاحت هلا انا بنقض ونقض احيانا، بس هالمرة هيك بدي اقلبه مشان يبقى منظر وهيك شيء بشهي. بسم الله بسم الله. شايفين على هالمنظر؟ هلا هي اللقطة لكن مين قال لي انه اذا ما سلقته حطيته بالفريزر رح يجلد اقوى من هاي؟ شوفوا شايفين؟ هاي الدجاجة، شوفوا هذا العض، العض التخين، شايفين؟ تفرجوا تفرجوا. علي يدوق بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نازل نيفة من هنا. شايفين؟ هذا اللي قلته بجلد. مع احترامي لكم، شوفوا شلون طلع؟ مثل اليبرق لما نخليه يتنهنى. طعم روعة. غير شكل. وهلا هيك على هالمنظر اللي بشهي بدي اختم هذا الحمض اللي طلع، وهي اللخنه شوفوا لي على هالمنظر شلون.
شيء بيغرف القلب، شيء نظم. صدقوني جربوه على الطريقة الحلبية، كتير رح تعجبكن، كتير طيبة فعلا، شيء بيشهي وشيء منظوم نظم غير شكل. إذا عجبكن لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.